الحاضرين جميعا. اهلا وسهلا بمشايخ وعيال محافظه مارب. اهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الرقم 1 للجنه الشبابيه الثوريه لتقصي الحقائق. من منطلق مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف ومسؤولياتنا الوطنيه تجاه الوطن والمواطن، قررنا نحن شباب الحريه والتغيير ليوم الجمعه الموافق 22/7/2011 البحث عن اسباب انقطاع التيارات الكهربائيه واسباب الازمه في المشتقات النفطيه وانعدام الغاز المنزلي وسبل حلها. فقد قمنا بتشكيل لجنه شبابيه ثوريه لتقصي الحقائق من أكثر مساحة من ساحات الحرية والتغيير في الجمهورية اليمنية، وقد قررنا أن تكون محافظة مأرب هي أول محطة للجنة نظرا لما تروج له وسائل الإعلام الرسمية والمرئية والمسموعة بأن مأرب هي جزء من المشكلة الحاصلة وأحد أسباب انقطاع التيار الكهربائي وانعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفور وصولنا إلى نهم ومن ثم محافظة مأرب والالتقاء بمشايخ وأعيان القبائل وكل الشخصيات الاعتبارية فيها. وجدنا الترحيب الحار منهم باللجنة وتحمسهم لما طرح من قبلنا، وكذلك إدانتهم وشبهم لكل من تسول له نفسه قطع السبيل أو من يحاول الإضرار بالأبراج الكهربائية، لأن ذلك ليس ملكا لشخص أو لفئة وإنما هو ملك الوطن والشعب. وعندما زرنا الأبراج الكهربائية على أرض الواقع وجدنا بأن أبناء مأرب ونهم بعيدين كل البعد لما تروج له وسائل الإعلام الرسمية، وبعد زيارتنا لمشايخ وأعيان نهم ومأرب وكل الشخصيات الاعتبارية تم توقيع وثيقة شرف وحماية معهم، وتنص هذه الوثيقة على الآتي: 1. تعهد كل شيخ من المشايخ والأعيان بحماية الأبراج والحفاظ عليها من أي محاولة تخريب أو عبث كل في منطقته. 2. الحفاظ والالتزام بتسهيل مرور الناقلات النفطية والغاز المنزلي وبذل الجهود الجادة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. 3. تحميل المسؤولية الكاملة لكل من تهاون أو تخلف أو خان هذا العهد. وبموجب هذه الوثيقة فإن اللجنة الشبابية الثورية لتقصي الحقائق تدعو كافة أصحاب محطات النفط بتوجيه ناقلات المشتقات النفطية والغاز إلى محافظة مأرب ومعاودتهم خدمتهم وواجبهم الوطني بإيصال المشتقات النفطية والغاز لبيعها بالسعر الرسمي لتخفيف معاناة المواطنين، ساعيين بذلك إلى قيام دولة مدنية حديثة تقوم بواجبها تجاه الجميع. والله ولي التوفيق وخير شاهد على ما نعمل. صادر عن اللجنة الشبابية الثورية لتقصي الحقائق. نستمع إلى نص الوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبل مشايخ وأعيان مدينة مأرب وسيقرأها عصام بحيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أصحابه وعلى صحبه أجمعين. من منطلق إنساني ووطني بعيدا عن كل الحزبيات والتوجهات السياسية واتباعا لما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الحكيم في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العظيم. وقوله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، صدق الله العظيم. واتباعا لهدي نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الشريف: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبمناسبة حلول هذه الليالي المباركة وانتصار ثورة الشعب الليبي
نرفع لكل أبناء الشعب أسماء آيات التهاني، متمنين أن يكون مقدم خير للجميع، مقدم خير للجميع على أرض يمننا الميمون، وحيث أن عرقلة وصول المشتقات النفطية والغاز وتعطيل أبراج الكهرباء تحت أي مبرر أو ظرف تسبب في معاناة الملايين من الشعب ويمس حياة المواطن مباشرة. نحن الموقعون أبناء مشائخ وأعيان ووجهاء أبناء محافظة مالك نلتزم على أنفسنا ونتعهد بالحفاظ وتسهيل مرور قاطرات الخاصة بنقل المشتقات النفطية والغاز المنزلي، كما نتعهد بالمحافظة على أبراج الكهرباء من أي تخريب في مناطقنا، وأن نبذل كل الجهود الخيرة لما فيها مصلحة الوطن، حيث أن هذا من دافع الوطني والإنساني ومراعاة لظروف جميع أخواننا ومن أبناء المواطنين، حيث أن تلك مصلحة عامة وإنسانية ولها تأثير مباشر على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين في جميع أنحاء اليمن، ونعاهد الله بتنفيذ هذا والإخلاص فيها بينة طيبة، ومن تقلف أو تقادل أو خان فيتحمل المسؤولية الكاملة، والله الموفق. وعلى ما نقول شهيد، وبناء على هذا تم توقيع مشايخ أبناء محافظة مالك بنهم. والسلام عليكم ورحمة الله.